والتي لا نعلم، فهو ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العرش العظيم. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المفضل بالخلق الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه المتمسكين بشرعه القويم. أما بعد، فاتقوا الله بالمسارعة إلى الخيرات وبغض المحرمات والحذر من الموبقات لتفوزوا برضوان الله والجنات وتنجو من عذاب النار في الدركات. عباد الله، توسلوا إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته بطلب ما عنده من الخيرات ودفع ما قدر من الشرور والمكروهات. فمبدأ الخيرات من الله، وتقدير المخلوقات شرها وخيرها